معانا الحاج محمد من اسكندريه. اتفضل. السلام عليكم يا حاج محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. كل سنه وانت طيب. انا عندي سؤالين صغيرين قوي. طيب. السؤال الاولاني، انا بفطر في رمضان بامر الطبيب يعني بالادويه الكتيره اللي قدامه الحاجات دي كلها. هل اوزع الفلوس مره واحده ولا كل واحد كل يوم كل يوم، ولا يعني ازاي طريقه توزيع الفديه دي؟ حضرتك ما حضرتك الدكتوره قايل لحضرتك مش هتصوم خالص، مش هتصوم ابدا. ايوه. طيب ما انا عايز ادعي لك. طيب ما انا عايز ادعي لك ان ربنا يوسع عليك ويكرمك ويجعل البركه ان شاء الله في عملك الصالح. بارك الله. وابشر ان ربنا سبحانه وتعالى سيكتب لك الثواب. الامر الثاني، لا ممكن تتخرج الفلوس كلها بتاعت الشهر كله وتخرجها كلها مره واحده، وممكن تديها لواحد بس مره واحده او حسب اللي قدام يعني. ممكن بالظبط اكثر من 150 مثلا. تمام تمام يا حاج. ايه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ربنا يديك الصحه يا رب. بنتي قاعده في معيشه لوحديها، مطلقه منذ 20 سنه. طيب. وابنها اللهم صل على النبي بقى في الجامعه دلوقتي، وابوه يعني يعني شايل ايده شويه منه يعني. ربنا يبارك فيه ان شاء الله وربنا يسلمك. اللي بتقبضها واللي انا بساعدها بيها ما بتكفيهاش. طيب. هل ممكن اديها من زكاة المال؟ واديها كام في المية؟ لا من زكاة المال ما تديهاش من زكاة المال. لكن لا مش لوحديها حضرتك. طب اسمعني. طيب ما هي المسألة مش كده. احنا عندنا الزكاة لا تصح على الأصول ولا على الفروع، مهما نزل مهما نزلوا، والأصول معنا مع ما علوا. ليه؟ الناس دول لو افتقروا هيبقى أولى الناس بيهم هم مين؟ أنا. فإذا كانوا هم فقراء فكأني بدل الزكاة لنفسي. فيبقى الحل هو إيه؟ إن هم لو كانوا في مثلا الأولاد مثلا في مدرسة ومش قادرين إن هم يدفعوا فلوس المدرسة، فهنديهم من سهم في سبيل الله، ندفع لهم تكاليف المدرسة. نفترض إن هو عليها دين ومش قادرة تسدده. هندفع الدين من سهم الغارمين، لكن سهم الفقراء والمساكين مش هنقدر نديها منه. فإذا الزكاة مش هنعرف نديها للأصول والفروع، مش هنقدر نديها للآباء والأجداد ولا الجد ولا الأم ولا الجدات، ولا هنقدر نديها للابن وابن الابن ولا البنت وبنت مش هنقدر نديها لده. فيبقى إذا مش هنقدر نديها زكاة من الزكاة يا حاج محمد.